انا واحد من الساكنه هنا خويا، هاد الناس يد الله يحفروا علينا هنا بالليل تيقلبوا على الكنوزه، وهاد الناس راه معروفين منهم هادو اللي شارينا الدار هادي، وهاد الدار هادي راه هي ديالنا اللي هنايا، هي متكي على هادو. وهاد السيد راه جبت ليه القيد، حبسوا بانه هو تيريب بدون رخصه، وجاو حبسوا وجا تيريب بوحدو، وكل 12 الليل تيتم جاي للدار تيحفر فيها تيجيب معاه عباد الله. وهاد المحاره ديالنا هو ريب اللي تتشوف، والدار كامله انت تتشوف كامله، والحفار كل ليله، هما عصابه تتجي كل ليله لهنا تيضلوا يحفروا. الحفار راه واصل عندنا حتى للدار غادي من التحت. انا راه ما تنعش دابا، راه سمعتكم وانا نخرج، اما ناعس حتى الصباح حتى تيمشوا من هنا. كانوا البارح بالليل تيجوا كل ليله هنا، تيجوا هو اللي تيجيبهم. انا تنهضر هدارنا، هاد الدار اللي تيجي ليها. مشيت لي عند القايد قال لك اسيدي دير لي الهدم بدون رخصه، سير انت طلع للمحكمه وجيب عون قضائي، وانا راني غنصيفط لي الهدم قلت لي عمر لي معاه وصيفطنا معاه. وكل ليله دابا راه الحفار هنايا، كل ليله الحفار، الدار كامله تتحفر، الدرب كامل، البرج كامل تيتحفر، لاباريات تيصبحوا يغوطوا هنايا حتى 4 الصباح 5 الصباح. وهذا البيت هذا راه ديالنا حتى هو بيحفروه، والدار اللي لداخل بويد هذا قال لك ماشي ديالنا كاع بويديه، قال لك انت ماشي سوقك في هذا الشيء نهائيا. تنشوفو انا تنغوت، وقال لك اسيدي هذا الشيء اللي كاين، وانا عييت اخويا مندوي من قبل العيد الكبير وانا تنغوت. هاد الناس يلا تيغوتوا على الدرب ما يهودش ليهم بنادم، وبارك تيشري فيهم تيقول لهم غنصلح لكم غادي ندير لكم غنفعل لكم. ايوا هادشي اللي عطى الله اخويا. والدار كامله اخويا ريبه لينا انت تتشوف، الله يما صور الله يرحم لك بها الوالدين.